السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يجزاك خير. افتح لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الله نسأل أن يجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين، أن يمن علينا وعلى أشياخنا الكرام ووالدينا وأهلينا وشهداء هذه الأمة ومن سبقنا إلى دار البقاء، بأن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان. إخوة الإيمان، إن للمؤمنين النفوس التواقة لأن تعيد الصيام كما كان طوية النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم ما يوفق إليه الواحد منا والواحدة أيضا إنما أن يكون على خطى الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أظله شهر رمضان، فكان صلوات الله وسلامه عليه المعتكف والقانت والقائم والراكع والساجد والمواصل للصيام، وكذلك المدارس لكتاب الله جل وعلا، حتى وصف بأعظم الناس جودا. نحن الذي يجب أن نتكلم فيه في مثل هذه الساعة أن هناك بابان اثنان، باب الخلق وباب الأدب. نحن ندرس خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أعظم من الخلق إنما هو الأدب الذي هو حقيقته متابعة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي كان جهد سلفنا الصالح أن يكون هناك هذا الحبل الذي إنما يعقدونه على متابعته والتخلق بأخلاقه والاقتفاء لآثاره عليه الصلاة والسلام. كل واحد منا يجب أن يقف عند قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض عليكم صيام شهر رمضان. ثم قال صلى الله عليه وسلم يخصنا، قال: وسننت لكم قيامه. أنا أقول لنفسي قبل أن أقول لكم، عندما نقف في صلاة قيام شهر رمضان أو التراويح، هل ترى أن هذه هي سنة النبي المصطفى؟ عندما تعلم يقينا أنها سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. ومن قبل سئل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: من أين أتى عمر رضوان الله عليه بعشرين ركعة؟ قال: لم يكن ليتخرصها من نفسه لولا أنه رأى رسول الله قد صلاها. فعندما تحضرنا هذه الصلاة علينا أدب المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة نحن في وقت كثيرون هم الذين يرخصون لأنفسهم. ولو أن الإنسان حسب هذا الشهر وما يفوته وما يتركه من قيام ومن تهجد لرأى أنه في نهاية هذا الشهر قد خسر الكثير والكثير، ولكن خسر ليوم لا ينفع فيه أن يجبر هذا العمل ولا هذه المتابعة. لذلك نحن اليوم في يوم غنيمة، نحن اليوم في يوم اتباع متابعة الحبيب الأعظم. لذلك
على كل مؤمن برسول الله ومؤمنة بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يكونوا ممن يعقد العزيمة على الهمة. نحن في هذا المسجد في جنباته عشنا السنين الطوال مع سماحة شيخنا رضوان الله عليه، ورفع الله درجاته ونفعنا الله به آمين. كنا نرى الهمة التي إنما لا همم أمامها ولا مواصلة أمامها. كنت ترى سماحة الشيخ رضوان الله عليه وإخوانه على مواصلة لهذه الصلاة، مع العلم من الفجر إلى الظهر إلى العصر. نحن ربما أتى الواحد منا في العهد الأخير ورأى عندما كبر سن الشيخ، ولم يره في شبابه ولا عندما كان يواصل الليل مع النهار. نحن كنا أحياناً ما نخرج هنا من صلاة التراويح قبل 12:30 وزيادة، وهو رضوان الله عليه يؤمنا في الصلاة، هو الذي يدعو الله لنا، هو الذي يجمع مع الصلاة العلم. لذلك كان شهر رمضان كان ذاك الشهر الذي ينتظره إخوان الشيخ بالأنفاس، وليس بالأيام وليس بالجمع وليس بالشهور، لما يرون من عطاءات الله وتجليات الله ومنح الله تعالى. هذه يا أخواني دائما هو الدرس الباقي، هو الدرس الباقي. هل أنت من المتابعين لسيد الخلق والبشر؟ هل أنت من المتابعين لما كان عليه أشياخك الكرام؟ فلذلك أحبابي نحن نقرأ أن النبي كان يواصل صومه، يعني ما يفطر عند المغرب، يواصل اليوم واليومين والثلاثة، حتى هم أصحابه الكرام أن يواصلوا الصوم كما فعل فلم يستطيعوا، فقال لهم عندها صلوات الله وسلامه عليه: إنكم لستم كهيئتي، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. عندما ترى حياته مع القرآن ويصفها وينقلها لنا حبر هذه الأمة، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون في شهر رمضان، وأجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. هذه المدارسة يا أخواني التي هي حياتنا، هي ركن علمنا بالقرآن، وركن عملنا بالقرآن، وركن دعوتنا بالقرآن. ليس أن نقرأ القرآن بحروفه دون أن نرى أنوار هذه الحروف وأسرار هذه الآيات والسور. لذلك قارئ القرآن يا أخواني خاصة في شهر رمضان وهو يشعر بمناسبته العظيمة التي عناها ربنا بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا الشهر هو الذي أنزل فيه القرآن. محمد إقبال فيلسوف الإسلام لما كان شاباً صغيراً كان يقرأ القرآن مثل بعض الذين يقرؤون بيقولوا بحجب ظهره، فنظر إليه والده قال: ما هكذا يا ولدي يقرأ القرآن؟ وكان والده من العلماء، قال: كيف؟ قال: يا ولدي اقرأ القرآن كأنما ينزل عليك، كأنما ينزل عليك. الله يبارك في إمامنا وجزاه الله خيرا ورحم الله والديه. يعني عندما نرى أن هذه الصلاة كما أمرنا النبي اقرأ القرآن بحزن، فإن هذا القرآن نزل بحزن، يعني لتتأثر بهذا القرآن،
لتكن آيات القرآن وسوره إنما تأخذ بناصيتك إلى طريق العلم والعمل، إلى طريق الخلق والهداية. الأمة اليوم يا أخواني تقرأ القرآن، ما هي عاجزة عن القراءة، ولكن أين التأثر كما كان يتأثر به رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام لما قال ذات يوم لابن مسعود اقرأ علي، فيندهش ابن مسعود ويقول كيف أقرأ عليك وعليك أنزل القرآن يا رسول الله، عليك أنزل، أنا بدي أقرأ عليك. قال اقرأ، فقرأ له من سورة النساء. فلما بلغ قول الله تعالى فكيف بك إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وإذ بالنبي يقول لابن مسعود حسبه وقف، وعينا النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان. هذا النبي يا أخواني وهذا تأثره، والصحابة ينقلون عليه لما كان يقف في صلاته كان يسمع من صدره الشريف صوتا كأزيز المرجل. هذا هو التأثر بالقرآن. كم كان سلفنا الصالح من الصحابة من التابعين، كم كانوا يقرؤون الآية ويقومون بها في ليلة كاملة. يمر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة عجوز تقرأ سورة الغاشية في بيتها، فيمصت لها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتأثر بهذه السورة المباركة. نحن الآن يا أخواني يقرأ علينا القرآن ونقرأ القرآن، فما بالنا اليوم؟ ليش المسلم ما بيسأل حاله يا أخواني؟ في كتب الشيخ عبد الوهاب الشعراني يذكر هذه الأمة أننا رغبناكم فما رغبتم ورهبناكم فما رهبتم. يعني كيف الحال بده يكون معك يا أيها السالك إلى الله ويا أيها المتعلم؟ هل تريد طريقة الترغيب أم الترهيب؟ ما هو الذي يؤثر فيك اليوم؟ ليش يا أخواني؟ كم كان سماحة شيخنا يكرر أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر. ما بالنا لا نشعر ونحن يتلى علينا القرآن الكريم؟ يجب علينا يا إخواني أن نحاسب أنفسنا أن هذا القرآن إنما هو حياة القلوب. محمد إقبال له تعليق على حديث النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم ياسين، قال وعجب على هالأمة اليوم يقرؤون القرآن من أجل أن يخرج من الدنيا مستريحا، ومن قبل كانوا يقرؤون القرآن ليجدون فيها حياة الإيمان وحياة المعرفة بالله وحياة القرب إلى الله جل وعلا. علينا يا أحبابي أن نعلم يقينا أننا كلنا مخاطبون، وكلنا يجب أن نتأثر بهذا القرآن، وأن نهيئ لهذا القلب الخشوع لما يتنزل على القلب من تجليات كلام الله جل وعلا. نحن يا إخوة الإيمان إنما أبناء ذكر، وكان سماحة شيخنا يكرر علينا إذا أردت أن تتأثر في صلاتك فاجعل عنوانها قول الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. علينا أن نذكر الله قبل الصلاة، علينا أن نكون ذاكرين لله ونحن في الصلاة، علينا أن تبقى آثار القرآن الكريم كما بقيت مع والده، والد شيخنا الشيخ محمد أمين الذي كان عنوانه أنه كان عظيم التكرار للقرآن، فلما أكرمه الله بمعرفة شيخه الشيخ عيسى وكان
يواصل قراءة القرآن، فكانت قراءته قد قلت وضأُلت، وذلك لأنه صار يقرأ القرآن وكأنما القرآن يقرأه على الله جل وعلا. أسأل الله العظيم بحرمة هذا الشهر الكريم أن يجعل لنا روحاً إنما تلامس كلام الله، إنما تعيش مع آيات الله، كي نحيا أفمن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس. أسأل الله أن نكون هذا العنوان من قرآننا العظيم. جزى الله عنا نبينا محمداً أفضل ما جاز نبياً عن أمته، وجزى الله سماحة شيخنا أفضل ما جاز شيخاً عن إخوانه وأحبابه، وجزى الله العاملين في هذا المجمع، وبارك الله لنا في عمر فضيلة شيخنا الشيخ رمضان، الله يجزي أفضل الجزاء من عظيم تواضعه، يعني يسمع لأمثالنا ونحن لم نبلغ الحلم لا في الإيمان الذي عرفوه ولا في حب الله تعالى الذي انطووا عليه. الله نسأل أن نكون خير الأوفياء وخير الأصفياء وخير الأتقياء، إن ربنا سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.